فهنا ندير واحد الوصفه اللي النقط السوداء او لي بوين نوار، وصفه اللي غنستعملوها يستعملوها البنيتات ويستعملوها كذلك حتى الكبار. فهنا غادي ناخذ معلقه كبيره ديال القهوه مطحونه، ناخذ معلقه صغيره ديال الملحه الحيه، وغادي ناخذ ثلاثه ديال المعالق كبار ديال الماء الساخن. نخلطوا هاد المكونات هادو كاملين حتى يتخلطوا مزيان، وكنديروهم كماسك على البشره ديالنا، وكنخليوه مده ديال ثلث ساعه. من بعد كندير واحد القماش، كنديروا واحد الحك خفيف دائري، ما نبركوش بزاف في المناطق، خاصه في المناطق نركزوا في المناطق اللي فيها النقط السوداء، وكنغسلوا البشره ديالنا. العمليه غنديروها جوج مرات في الاسبوع، وكنبقاو مداومين عليها حتى كيبدا كيخوى يعني الوجه ديالنا من هذه البقع او هذه النقط عفوا السوداء. عندنا ايضا سؤال ديال امل اللي كتسول على الشفايف ديالها كيتقشروا ليها ملي كتجي هاد الوقيته من السنه، كيدير ليا بزاف ديال القشور. كنرطب، كندير الزبده العاديه ديال الطبخ، اولا كنستعمل الفازلين. بغيت دكتور عماد يفيدني شنو ممكن ندير، واش هاد جوج ديال المواد اللي كنستعمل ما فيهوش مشكل؟ فكاين ماده او جوج المواد مهمين جدا الا توفروا، فوحده فيهم نستعملوها، اولها زيت ارغان يعني سواء ديال الطبخ ولا التجميل، والثانيه هي زيت الكوكو. فزيت الكوكو حتى هي من المواد المرطبه واللي مزيانه للبشره. نعم. زيت الخروع كتسولك ربيعه، كتقول دكتور عماد واش نديروا للشفار ديالي ولا خفاف بزاف؟ فهنا ديري، ولكن خص تردي البال، خص يكون خفيف، لان زيت الخروع ثقيل. نعم، وصعيب للعين. يعني الا مشات تطيح في العين كيمكن ياثر عليها. ايوا، شنو الحل اللي ممكن دير؟ دير مثلا زيت نوار الشمس، دير مثلا زيت بودور المشمش. فهذه كلها زيوت مهمه جدا، يعني كتقوي الرموش. نعم. وتطولهم. اروى كتقول لك دكتور عماد بغيت وصفه لترطيب القدمين. اذا ترطيب القدمين ناخذ معلقه كبيره ديال زيت البرتقال، وغادي ناخذوا جوج معالق كبار ديال زبده الكاريتي، نخلطوهم في حمام مريم تيتخلطوا مزيان، نخليو هذا الخليط يبرد، والكريمه اللي كنحصلوا عليها كندهنوا بها الاقدام ديالنا وكنرطبوهم. نعم. الوصفه اللي غتكون للمساعده بالنسبه اللي كيعاني من البهق، غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الزعتر، غادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت فليو، وغادي ناخذوا معلقه كبيره ديال زيت الكبريت. وزيت الكبريت ضروري تاخذوه في الصيدليات ولا شي بالصيدليات، ماشي نمشيو نديروا الكبريت راسنا. ايوه، هذا الشيء كامل باش كنهرسوا داك الجهد ديال زيت الكبريت، كنزيدوا عليه 4 المعالق كبار ديال زبده الكاريتي، نخلطوا هذا الشيء في حمام مريم حتى كيتخلط مزيان هذا الخليط وهذه المكونات، كيعطيونا واحد المحلول اللي متجانس، كنخليوه يبرد، وهذيك الكريمه اللي كنحصلوا عليها، هذيك الكريمه كناخذوها كنوليو كندهنوا بها الداس ديالنا، يعني في الصباح وفي الليل يوميا على البلايص اللي عندنا فيهم البهق بواحد الماساج خفيف، وكنخليوهم وما كنقطعوش هذه الوصفه، ان شاء الله كتعطي نتيجه. لما تبدا هذه الوصفه او تبدا اي وصفه ولا اي تريتمون او اي علاج، ضروري ان دوك الملابس كنديروا واحد البرمه ديال الماء، ما كاينش شي بيت مغربي ما فيهاش البرمه ديال الكسكسو، اذا هذاك البرمه كنعمروها بالماء وكنديروها تغلى فوق البوطه حتى كتغلى مزيان، وهي كتغلى فوق البوطه كيغلى ذاك الماء، كنشدوا دوك الملابس اللي كيكون على اتصال بالداس ديالنا وبداك العرق ديالنا، وكنغطسوهم 10 ديال المرات في داك الماء المغلي باش كنعقموهم، باش كنقتلوا هذاك البيض او هذاك الميكروب دي باش ما يبقاش. عاد منين كنخرجوهم من هذاك الماء كنغطسوهم 10 ديال المرات، عاد يمكننا نصبنهم. فراه في بعض الحالات راه التصبين بوحده ما كيعقمش، وكاين في بعض الحالات ان العديد كاين ديال الميكروبات اللي كتبقى كتصبر لهاد المساحيق ديال التصبين، وكتصبر لهاد يعني لهاد المواد ديال التنظيف. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله.